اهلين ومرحبتين بالاكابر. اليوم يا اكابر بدنا نحضر وصفه السينابون بجميع اسراره، ما راح اخبي عنكم ولا سر. شوفوا لي هالطراوه، شايفين؟ شايفين الهشاشه والطراوه، والصوص خرافي. خليكم معي. اول شيء يا اكابر بهالوصفه بنخمر. هون عندي كاسه حليب، ممكن نضيف الحليب بارد، ممكن نضيفه دافي. معلقه ونص كبار سكر، معلقه كبيره خميره. بقلبهم مع بعض وبغطيهم وبتركهم حوالي 10 دقائق لربع ساعة يختمروا. هلا يا كابر بعد ما اطمنت انه الخميرة تفاعلت بنزل عليها بيضة. إذا ما بدكم تنزلوا بيضة بتنزلوا بدالها ربع كوب حليب أو ربع كاسة حليب. طحين 4 كاسات بنزلهم عادي دفعة واحدة. فينا نترك شوي صغيرة على حسب نوع الطحين اللي عندنا يعني. بضيف عليهم نص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فانيليا. هلا بقلبهم مع بعض ليصير عندي قوام متجانس. هلا يا كابر بضيف باقي الطحين، بضيف معلقة زبدة أو 25 جرام. في صبايا طلبوا مني إنه أنزلهم المقادير بالوزن، راح أصير أنزلهم صندوق الوصف. هلا بعجهم بإيدي نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. هيا كبر، العجينة صارت بهذا الشكل. شايفين ما لازم تلزق العجينة، شايفين طرية بس ما لازم تلزق. هي الزبدة هلا اللي حطيناها هي اللي بتطرية، بعد شوي بتصير كتير طرية. رشة طحين نغطيها ونتركها ربع ساعة ترتاح. هلا يا كابر بعد ما ارتاحت العجينة برش طحين على الطاولة مشان امد العجينة. هاي العجينة هلا بمدها سماكة نص سنتي، يعني ما راح امدها مربعة، تقريبا بشكل مستطيل. هلا يا كابر بعد ما مديتها بلزمني 3 معالق سكر، إذا عندكم سكر بني استعملوه. معلقة كبيرة مليانة قرفة. بقلبهم مع بعض كتير منيح بهذا الشكل. هون يا كابر عندي 100 جرام زبدة سيحتها شوي بالميكروويف وضربتها صارت مثل الكريم مشان ما تعذبني بالدهن. شايفين؟ هلا بدهن العجينة كل رياحة. بس هون اصبعتين ما بدهن هون مشان تقفل معي، يعني الزبدة انا مطالعة قبل بوقت، قبل ب4 5 ساعات، بس ما راح تدهن معنا لانه بالشتاء حرارة المطبخ ما بتكون مثل الصيف. هلا بوزع عليها الحشوة في هذا الشكل. تكابر الشوبك على وزن الشوبك، بمشي عليه الشوبك بهذا الشكل عشان تلزق الحشوة. هلا بلف رول. بسم الله. هلا حطينا القفة لفوق مشان نحسن نتحكم فيها. ضغط هيك على الخفيف. هلا يا كابر مسوي القفلة لتحت، بلزمني خيط. هلا بدهن الصينية بزبدة، معلقة صغيرة زبدة. هلا يا كابر حجم القطعة لازم يكون 3 أصابع. طبعا هذا الطرف بنشيله. هلا بنقص بهذا الشكل. هلا بقطعهم بصفهم بالصينية.
هلا يا كابر، انا حميت الفرن على درجة حرارة 30، هون سخنت مي حوالي كاسة ونص، كاستين مي، بحطهم من تحت وبغطي الصينية بشكيرة او قماش، بتركها تتخمر بقلب الفرن. هلا الفرن مطفي، بس حميته 5 دقايق على درجة 30-35، هلا بتركها 45 دقيقة. كابر انا حميت الفرن على 180 بعد ما طالعت هاي من الفرن 45 دقيقة، شغلت الفرن حمي. هلا بدخل على الفرن بتاخد وقت من 15-17 دقيقة. بهالوقت بنحضر الصوص. هون عندي يا كابر جبنة كريم 4 معالق، 50 جرام زبدة او معلقتين زبدة، بنزلهم عليه هون بهذا الشكل. هلا بضربهم مع بعض لأحصل على قوام تجانس. هلا يا كابر هون عندي سكر بودرة، كاسة سكر بودرة، بنزل على دفعات عشان ما تكتل معي بهذا الشكل، أو فينا نشتغل على المكسر هاي المرحلة. هيك كل ما اختفى السكر بنزل شوي، بضيف عليهم رشة فانيليا وبتابع. هلا يا كابر هون عندي نص كاسة صغيرة حليب، كمان بنزله شوي شوي، ممكن ما استعمله كله حسب ما يناسبني القوام. هيك بشوف القوام، اذا ناسبني كفي، لا بدي اخففه شوي بضيف شوي صغيره. يعني تقديريا استعملت ربع الكاسه. جاهز، بعد ما طلعته بالفرن انا بالعاده المعجنات بشكل عام بغطيهم 5 دقائق 10 دقائق. هلا بنصب عليه الصوص نقلبه. بسم الله. عشان نشوف قلبه من جوا. شوف طراوته، شايفين شو الطرية، كتير طرية. بسم الله. جربوه بهي الطريقة أو احفظوا الفيديو المشاهدة لاحقا أو بالمحفوظات. إذا ما رح تجربوه هلا جربوه برمضان، كتير مرتب. بشوفكم بوصفة جديدة. سلامات.